السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله سوف نخصصه لتخطي حساب جوجل أكونت في هواتف الهواوي التي تدعم فيرسيون 8. في هذه العملية سوف نحتاج إلى كارت ميموري، والرابط الموجود أسفل الفيديو نقوم بتحميل ووضعه في كارت ميموري. لنبدأ على بركة الله، نختار اللغة ثم سويفون ثم أكسبتي ثم أكسبتي ثم أكسبتي تو ثم سويفون. هنا نقوم بالاتصال بشبكة الواي فاي الخاص بنا. سوف أقوم بإدخال الباسورد الخاص بشبكة الواي فاي. مباشرة بعد الاتصال نقوم بإطفاء الهاتف وإعادة تشغيله. نتأكد أولا هل الواي فاي متصل، بعدها نقوم بإطفاء الهاتف وإعادة تشغيله. هنا كما تلاحظون سوف أقوم بإطفائه. ريديماري ثم توشي بور ريديماري، ننتظر حتى يقوم بالانطفاء والاشتعال اوتوماتيكيا. هنا سوف نقوم بادخال الكارت ميموري او بطاقة الذاكرة والبرنامج محمل عليها. ننتظر حتى يقوم بالاشتغال. مباشرة بعد أن يقوم الهاتف بالاشتعال سوف نضغط بأصبعينا الاثنين داخل الشاشة كما سوف أقوم بفعله أنا. أتأكد هل الواي فاي متصل، بعدها مباشرة أضغط بأصبعين اثنين في مكان فارغ في الشاشة. أبقى ضاغط حتى تظهر لي نافذة خضراء. هنا سوف أرسم حرف L على الشاشة هكذا. سوف أقوم بالاختيار Talk Back Setting مرتين هكذا. سوف أقوم الآن بتعطيل Talk Back من زر خفض الصوت وزر رفع الصوت معا ضغطة مستمرة هكذا. يعطيك نافذة في الهاتف، تقوم بالضغط على OK، بعدها تعطل Talk Back. نقوم بالنزول إلى الأسفل، نختار Help and Feedback. هنا سوف نقوم بالرشاش فوق ونكتب voice. نقوم بالرشاش أو البحث، نختار الاختيار الأول. هنا سوف يعطيني فيديو، سوف أقوم بالدخول إلى الفيديو ضغطة واحدة وأضغط على الساعة الموجودة في الفيديو. هنا سوف يقوم بالدخول إلى الفيديو أوتوماتيكيا. هنا سوف أختار عشوائيا أي فيديو، سوف أقوم بتشغيل أي فيديو مثلا هذا. أتأكد حتى يشتغل. سوف أقوم بتخطي الإعلان هنا. سكيب. بعد أن يشتغل الفيديو أقوم بالضغط على السهم الموجود في الفيديو. يعطيك هذه النوافذ، تختار إيميل وليس الجيميل، تختار الإيميل ثم الهوت ميل ثم إنابل. هنا سوف تقوم بإدخال الهوت ميل التابع لشركة الويندوز وليس الجيميل. أعاودها وأكررها، الهوت ميل وليس الجيميل. نقوم بإدخال الباسورد مباشرة. بعد إدخال الباسورد أضغط على زيجن إن للاتصال، ونتأكد دائما هل شبكة الواي فاي لا زالت متصلة. هنا سوف نختار نيكست. يعطيك نافذة مثل هذه. هنا سوف تضغط على كومبوزي أو رسالة جديدة، تقوم فوق بإدخال جيميل خاص بك مثلا أو هوت ميل كأنك تريد إرسال لأحدهم رسالة مثلا عبر البريد الإلكتروني. سوف أدخلها وأضغط على بيس جوانت ثم أختار SD كارد أي كارت ميموار، وأختار كيك شورت كوت ماركر التطبيق الذي تركت لكم رابطه أسفل الفيديو، وأقوم بإرسال الرسالة. هنا كما تلاحظون Sending Email أي رسالة في طور الإرسال. مباشرة بعد الإرسال نضغط على Outbox، نذهب إلى الرسالة، نفتح الملف، نختار Application Setting، نختار Unknown Source أو Source Unknown
نعود إلى الخلف مرة واحدة ونضغط عليه مرة أخرى. هناك خطأ ما. إن أعطاك مثل هذا الخطأ سوف تعاود إرسال رسالة مرة أخرى. سوف أعالج هذا المشكل لنعاود مرة أخرى. نذهب فوق، نذهب إلى الأوت بوكس ونختار الرسالة، نضغط على الملف، نضغط على إنستال. مباشرة بعد أن يقوم بالتثبيت نفتحه من أوبن. هنا فوق سوف نبحث عن هوم هواوي، نفتحه، نضغط هنا الاختيار الأول ونضغط الاختيار الثاني، نضغط على التري أو غيسي. هنا كما تلاحظون انفتح الهاتف بشكل طبيعي. لنتأكد هل فعلا الطريقة نجحت أم لا، سوف نذهب إلى بلاي ستور. نذهب إلى بلاي ستور، هنا سوف نقوم بإدخال جيميل خاص بنا. جيميل، سوف أقوم بإدخال جيميل خاص بي. الطريقة ناجحة 100% إن شاء الله، سوف نتأكد وأمام أعينكم. هنا سوف ندخل الباسورد. مباشرة بعد إدخال الباسورد نضغط على next، ثم نضغط على I agree، ثم نختار next. هنا كما تلاحظون انفتح بلاي ستور. نقوم الآن بإطفاء الهاتف وإعادة تشغيله لنتأكد هل الطريقة نجحت أم لا. هذه تقريبا هي الطريقة الوحيدة أو الثانية الموجودة في هذا الهاتف لفتحه. سوف ننتظر حتى يشتغل أوتوماتيكيا. ننتظر فقط. هنا كما تلاحظون سوف نفتح الشاشة، وكما تلاحظون الهاتف نجحت معه الطريقة. هذا كل ما في الموضوع. أتمنى أن لا تبخلوا علي بجيم واشترك في القناة تشجيعا لمجهوداتي. أراكم في موضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.